السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A بي سي و دي بي سي مثلثان قائم الزاوية في A و دي على التوالي، و إي منتصف القطعة بي سي أو الساق بي سي أو القطعة بي سي. برهن أن المثلث إي A دي متساوي الساقين. A بي سي و دي بي سي مثلثان قائم الزاوية في A و دي و اي منتصف القطعة بي سي. برهن أن المثلث اي ار دي متساوي الساقين. لدينا مثلثان ا بي سي ا بي سي، هذا مثلث قائم الزاوية في ا، ولدينا المثلث دي بي سي قائم الزاوية في الدي، ولدينا اي هنا منتصف القطعة بي سي. المطلوب هو البرهان على أن المثلث هذا المرسوم بالأخضر EAD أنه متساوي الساقين، يعني له ساقان لهما نفس الطول. قبل الإجابة لا بد من التذكير بما يلي. هنا لدينا نصف دائرة AB، في نفس الوقت هو وتر أو الضلع الأكبر للمثلث ABC، وفي نفس الوقت هو قطر لهذه الدائرة التي أخذنا نصفها. لاحظوا أن النقطة C تنتمي إلى نصف الدائرة، وأنها تكون أن النقاط أن هذه النقطة تكون مع قطر الدائرة أو وتر المثلث دائما مثلث نجد مثلث قائم الزاوية. لاحظوا معي، كل نقطة تنتمي إلى نصف الدائرة تكون مع القطر مثلث قائم الزاوية. أخذنا نقطة أخرى، الآن أخذنا نقطة O فكونت مع القطر AB مثلث قائم الزاوية، أخذنا نقطة D فكونت مع القطر مثلث قائم الزاوية. فنقول أن كل نقطة تنتمي إلى نصف الدائرة تكون مع القطر مثلث قائم الزاوية. فهذا هنا هو في نفس الوقت وتر للمثلث، وفي نفس الوقت قطر لهذه الدائرة التي أخذنا نصفها. لدينا أيضا، لاحظوا معي هنا، أن كل مثلث قائم الزاوية، هنا لدينا المثلث قائم الزاوية في A، فكل مثلث قائم الزاوية هو محاط بدائرة مركزها منتصف الوتر. الوتر هنا هو بي سي، هو الضلع الأكبر في المثلث القائم الزاوية. كل مثلث قائم الزاوية هو محاط بدائرة مركزها منتصف الوتر. لاحظوا أن هذه القطع تصبح متقايسة، هذه القطعة وهذه القطعة، ثلاث قطع متقايسة. ثم لدينا أيضا، كل مثلث محاط بدائرة قطرها أحد أضلاعه هو قائم الزاوية. هنا تلاحظون أن المثلث ABC قائم الزاوية في A، قائم الزاوية في A. كل مثلث محاط بدائرة قطرها أحد أضلاعه هو قائم الزاوية. في نفس الوقت بي سي هو قطر لهذه الدائرة ووتر للمثلث ABC القائم الزاوية في A. الآن نعود إلى التمرين. ABC و DBC مثلثان قائم الزاوية في A و D على التوالي، و E منتصف BC. برهن أن المثلث اي ار دي متساوي الساقين، وقلنا هذا هو الشكل المحصل عليه. لاحظوا لدينا المثلث ا بي سي قائم الزاويه في ا و اي منتصف بي سي. اذا هذا يعني ماذا؟ يعني ان المسافه اي ا تساوي المسافة اي بي تساوي المسافة اي سي انطلاقا من الشكل.
اي ا تساوي اي بي تساوي اي سي، ناخذها كعلاقه نسميها واحد. الان لاحظوا معي في المثلث دي بي سي، مثلث قائم الزاويه في الدي كما جاء في المعطيات، اي منتصف بي سي، هذه يعني ان ايضا اي دي او القطعه اي دي او المسافه اي دي تساوي اي بي تساوي اي سي. اي دي تساوي اي بي تساوي اي سي، نسميها اثنان. اي ا تساوي اي بي تساوي اي سي، و اي دي تساوي اي بي تساوي اي سي. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ان اي ا تساوي اي دي، لان كلاهما يساوي اي بي ويساوي ايضا اي سي. اذا من واحد واثنان نستنتج ان اي ا او المسافة اي ا تساوي المسافة اي دي، عندنا انطلاقا من واحد واثنان. نستنتج معي اي ا تساوي اي دي، اي ا يساوي اي دي. هذا ماذا يعني؟ يعني ان هذا المثلث اي ا دي متساوي الساقين، وان الساقين هذين الساقين اللذين لهما نفس الطول هما اي ا و اي دي. اي ا يساوي اي دي، يعني ان المثلث اي ا دي متساوي الساقين، يعني طول هذا الساق الاخضر يساوي طول هذا الساق الاخضر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.